جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبرك بشجر أو تبرك بحجر، هل يعذر بالجهل وخاصة إذا مات على ذلكم الحال أم يعفى عنه؟ تبرك الأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل، والدليل ما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون حولها وينطون بها أسلحتهم، قلنا يا رسول الله، يقال لها ذات أنوار، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. التبرك بالأشجار والأحجار بمعنى طلب البركة منها هذا يعتبر من الشرك، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي ينزل البركة ويجعلها في الأشياء، أما الأشجار والأحجار فإنها مخلوقة ليس لها من الأمر شيء، فهذا يعتبر من الشرك، وعلى من فعل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.